السلام عليكم متابعين قناة فيروس اونكس، حلقة جديدة معكم اخوكم من السيتي. والنهاردة يا شباب ان شاء الله هنكمل في كورس سي اتش. حلقة النهاردة تبقى الجزء الثاني من مرحلة جمع المعلومات، ولسه في ثالث ورابع وخامس ان شاء الله. هحاول ان انا اوضح المرحلة دي بالكامل بحيث ان اي معلومات تحتاجوها تبقوا عارفين هتجمعوها ازاي، تمام؟ الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن جزء كبير ان هو جمع المعلومات من خلال السوشيال نتورك، مواقع الويب. بعد كده هندخل على جزء عملي شوية اكتر شوية، اللي هو يعتبر جمع المعلومات، مثلا معلومات حساسة زي مثلا استهداف الايميلات، او يعتبر الارقام مثلا اللي بتكون في مواقع الويب سايتس، نقدر ان احنا مثلا نسحب الارقام دي او نسحب مثلا الحسابات الخاصه دي، او اي معلومات حساسه انت بتحدد مثلا لاداه بسيطه ان هي تستهدف مثلا معلومات حساسه زي الرقم او الايميل او الحسابات مثلا او روابط خاصه، فانت بتستهدف ده كله بسهوله جدا. في نفس الوقت برضو ازاي بتجيب معلومات عن اي بي، يعني مثلا لما نزلت انا بوست على القناه بتاعتنا التليجرام ان في شخص حاول انه يفتح حساباتي ونشرت جهاز معلومه عنه، يعني وكذا نوع الجهاز بتاعه الاوبريتنج سيستم، وهو المكان بتاعه فين، وبيستخدم مثلا الهوست بتاعه او الاي اس بي شركه الانترنت بتاعته، وشويه معلومات عنه كده. فالناس استغربت فقالوا لي ازاي. حاول اوضح لكم ان هو كان بيستخدم متصفح جوجل كروم، يعني متصفح عادي ما بيدعمش ان انت تشفر ان انت غير الاي بي في بي ان والقصص دي. فهنا بسهوله جدا ان انا من خلال الاي بي اقدر ان انا احدد ده كله، هوريكم دلوقتي ازاي. في نفس الوقت برضو عايزين نتعلم مثلا لو احنا بنعمل جمع معلومات من خلال موقع، فاحنا مثلا عندنا الانترنت ضعيف مثلا، او عايزين ناخد نسخه من الموقع اوفلاين نبدا ان احنا نفحصها ونسحب منها اي حاجه احنا عايزينها بشكل اوفلاين، برضه اشرح لكم اداه ان انت تاخد نسخه من الموقع. في نفس الوقت برضه ازاي تستهدف حاجات معانا زي ما قلت لكم في الموقع، وهنشرح حاجات كتيره جدا زي ان انت برضه ازاي تجيب تاريخ مثلا انشاء مثلا مواقع زي موقع جوجل، وشوف موقع جوجل مثلا سنه 2000 كان عامل ازاي، 2001 كان عامل ازاي، 2002. طب ده بيفيدك في ايه؟ بيفيدك في ان انت تفهم مثلا اي تغييرات اتعملت على جوجل، بيجيب لك التغييرات باليوم، يعني بيجيب لك يوم كذا الساعه كذا عملوا تغييرات في جوجل كذا كذا، غيروا مثلا كذا كذا، فانت بتشوف الحاجات دي. طيب ده ممكن يلفت نظرك ان هم مثلا يكونوا غيروا حاجه مثلا في الموقع، والحاجه دي بتكون مثلا نظام ثغره، فانت لما بتشوف الثغره دي حتى لو هي اتقفلت فما فيش اي مشكله، بتفيدك او بتدي لك نبذه ان انت مثلا ممكن تفتكر يعني او تجيب حاجه زيها، يعني بتظبط لك الدنيا شويه لما تكون عارف حاجه احسن ما تكون مش عارفها اصلا. فالحاجات دي كلها بتساعدك في ان انت توصل مثلا لطريقه ان انت تعمل بيها فحص موقع جوجل، ان انت تقدر تدور على ثغره، تمام؟ فيلا بينا نبدا الشرح على طول. هنبدا ان احنا نروح على كالي لينكس، هندخل على البراوزر ده كده. اول موقع معانا الموقع ده اللي اسمه اي بي ادرس لوكيشن. الموقع ده عباره عن ان انت بتحط فيه الاي بي ادرس، بيبدا ان هو يجيب لك كل المعلومات عنه، سواء بقى لوكيشن او النظام اللي انا شغال عليه، او مثلا الشركه اللي انا واخد منها انترنت، ومعلومات كتيره جدا هنشوفها دلوقتي، تمام؟ فزي ما انتم شايفين ده كده الاي بي بتاعي، ده بيكون الاي بي الخارجي. خلينا برضو نشوف بقى المعلومات. فزي ما انتم شايفين هنا على طول قال لي ان الفيزر ده من الكسندريه ايجيبت، يعني من مصر، من اسكندريه. البلد بتاعته مصر، ايجيبت، من البلد اللي هو فيها اسكندريه. وده الاي بي بتاعه، وده الهوست بتاعه اللي هو يعتبر شركه تي داتا ان انا ساحب منها نت، وده اسم الشركه اسمها شركه تي داتا، وكل المعلومات عن الشركه، تمام؟ طيب ننزل تحت شويه ونشوف ايه تاني. بدا ان هو برده يجيب لنا نفس الاي بي، ما فيش مشكله. بعد كده الهوست والحاجات دي، فزي ما انتم شايفين هنا حدد لي الموقع، يعني بدا ان هو يجيب لي اللوكيشن بتاعي، تمام؟ مش بس كده، بدا ان هو حدد لي اللغه اللي انا بستخدمها على الكالي حاليا، انا بستخدم اللغه الانجليزيه. بدا برده ان هو يجيب لي الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل لينكس. انا فعلا شغال من لينكس على الفيرتوال بوكس، هو نظام وهمي بس انا شغال من اللينكس، فبالتالي عرفنا انا شغال على ايه. زي مثلا الشخص ده كان شغال من جوجل كروم، فانا عرفت من كده، يعني حاجه زي كده ان انا عرفت ان هو شغال من جوجل كروم، تمام؟ بعد كده برضو بدا ان هو يجيب لنا معلومات عن البراوزر، ان انا بستخدم المتصفح بتاع موزيلا فايرفوكس اهو، الاصدار 68.0. بعض المعلومات عن الاصدار، وهنا جايب لنا نوع الاصدار يعني باللينكس اللي انا شغال عليه بالكامل، تمام؟ برضو تقدر ان انت تعمل حاجه نظام تراك اي بي، ان انت تجيب معلومات اكتر عن الاي بي، زي مثلا الايميل، ان انت تجيب الايميلات الموجوده على الاي بي ده، ان انت مثلا تشوف الاي بي ده نظام متغير ولا اي بي مثلا يعني الاساسي ولا متصل على الاي بي انه مغيره، بس ده بيحتاج ان انت تسجل في الموقع مثلا بمبلغ، تمام؟ طيب بعد كده برضو تقدر ان انت تعمل نظام فحص على ريفرس دي ان اس مثلا، تبدا ان انت تفحص الدومينات الموجوده على الاي بي ده، او اي نشاطات مثلا مرتبطه بالاي بي ده. فده يعني من طرق برضو جمع المعلومات من خلال الاي بي بس، فتخيل ان انت توصل لكل المعلومات دي من خلال الاي بي بس. فياريت الناس ما تستغربش بعد كده لما انزل حاجات زي دي، لان حاجات دي يعتبر يعني تافهه جدا، بس في ناس ما تعرفهاش، تمام؟ طيب الموقع الثاني اللي هنروح عليه اللي هو هو از. الموقع ده جميل جدا، في اداه برضو على الكالي، انا هشرح لكم الموقع وهشرح لكم الاداه، تمام؟ طيب بيفيدنا في ايه؟ تعالوا نشوف. فمثلا لو كتبنا www.virus7x.com، عايزين نعرف مين هو virus7x.com، يعني عايزين نعرف كل حاجه عن الدومين ده، سواء اي بي او الدومين دي ان اس او اي حاجه، تمام؟
فهيبدا ان هو يجيب لي كل المعلومات اللي انا محتاجها عن الموقع ده. ده لو انت عايز تعمل هجوم على المواقع وتاهي مش عارف مثلا موقع جوجل ده تبع مين، طب شركه ايه اللي بتديره، طب الدي ان اس بتاعه ايه، تبع شركه ايه، اي حاجه انت تقدر توصل لها بتحتاج معلومات عن الموقع، فتجيب معلومات عن الموقع ازاي؟ من خلال مثلا موقع او اداه تويز. تمام. طيب بيجيب لنا ايه؟ بيوفر لنا معلومات ضخمه جدا، زي مثلا جايب لي ان الدومين بتاعي دوت كوم، وده انا واخده بقول لي تيكن في دومين دوت نت اللي هو فيروس 7 اكس دوت نت، ده افيلبل يعني متاح ب 10 دولار ب 11 دولار. تمام، تقدر تشتريه، وفي برده ب 9 دولار برده دوت اورج. تمام. طيب فدي كده نظام، يعني نظام عرض كده بيبقى من الشركه بتاعه جودادي اللي انا ساحب منها دومين. تمام. طب تعالوا نتاكد بقى من المعلومات اللي انا بقول لكم عليها، اسم الموقع ايه او اسم الشركه اللي بتقدم لي الخدمه دي؟ الجودادي. تمام، فعلا انا ساحب الدومين ده من شركه جودادي. تمام. طيب برضو عندنا الرابط بتاع الموقع، مفيش اي مشكله، الحاجات دي كلها بسيطه. طيب ننزل تحت شويه ونشوف، جيب لي ميعاد لما انا اشتريت الدومين ده يوم 18/5/2019 وميعاد التجديد بتاع 18/5/2020. هو فعلا الدومين بيتجدد كل سنه، فلو انا اصلا صاحب الموقع انا ما كنتش عارف التاريخ، يعني انا دلوقتي كده افتكرت التاريخ وعندي يوم 18/5/2020 عندي تجديد للدومين بتاع الموقع ده، لانك بتجدد الدومين كل سنه. تمام. طيب مش بس كده، جاب لي ال ان اس 07 مثلا و 08 مثلا، الدومين كنترول اللي هو بتاع يعتبر السيرفر اللي هو النيم سيرفر، جاب لي السيرفرات بالايدات بتاعت السيرفرات اللي مستضافه عندي على الدومين ده. يعني معنى كده لو انا مثلا رابط بوت ولا رابط مثلا نظام اي حاجه تانية خاصه بالدومين ده، اي سيرفر تاني، تقدر انت تشوف السيرفرات دي من هنا. ده ان شاء الله هنتعلمه في خلال اختراق السيرفرات، بنبدا ان احنا ناخد السيرفر ونحلله، فبنوصل للسيرفرات من هنا، بيجيب لك مثلا برضو بعض السيرفرات المرتبطه بالدي ان اس ده، ده كله من خلال ان انا كتبت بس virus7x.com. تمام. طيب برضو بيجيب لك معلومات اكتر بكتير بقى، زي الدومين بتاعي اسمه virus7x.com، الاي دي بتاع الدومين بتاع التسجيل، برضو بعض المعلومات اللي انا قلتها فوق برضو والشركه وكده. تمام. الاي دي برضو شويه معلومات خاصه عن الشركه مثلا زي الرقم بتاعهم وبعض الدومينات التانيه. فانت شايف مثلا يعني موقع زي ده بسيط جدا، بمجرد ما انا كتبت له مثلا حاجه يعني اسم الرابط بس بتاع الموقع بتاعي، بدل ما هو يجيب لك كل المعلومات دي. تمام. طيب فده كده نظام موقع. برضو خلينا نروح لموقع بعد كده تاني. الموقع ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يجيب لك الموقع ده اتعمل امتى، يعني بدا امتى وبدا يتطور امتى. يعني مثلا يوم مثلا 5 في الشهر مثلا شهر 1/2019 جوجل عمل التحديث في موقع جوجل، التحديث ده بيتسجل هنا. طيب يوم 2 في الشهر عمل التحديث تاني، التحديث ده بيتسجل هنا. بياخد نسخه من الموقع وبيحفظها عنده، حتى لو جوجل بنفسه مسح النسخه دي بتفضل موجوده برضو على الموقع ده. تعالوا نجرب. فلو جينا مثلا نعمل www.google مثلا google.com بالشكل ده. تمام. بدل ان احنا ندوس على سيرش هيبدا ان هو يجيب لنا موقع جوجل، فخلينا نشوف هيجيب لنا ايه. تمام. موقع جوجل نشا سنه 1996، فمثلا لو حابين نعرف معلومات عن جوجل اكثر، يعني من سنه مثلا 1998 او 1999 جوجل كان عامل ازاي، او سنه 2000 جوجل كان عامل ازاي، تعالوا نشوف جوجل كان سنه 2000 عامل ازاي. احنا دلوقتي في 2019، يعني من 9 سنين، فاحنا عايزين نعرف من 19 سنه، فاحنا عايزين نعرف جوجل دلوقتي يعني عامل ازاي ومن 19 سنه كان عامل ازاي. فهنفتح جوجل سنه 2000 وهنبدا ان احنا نشوف في تغييرات شهر مارس يوم 1 و2 و3 و4 حصل تغييرات على موقع جوجل، ابريل برضو شهر ابريل برضو يوم 7 و8 و9 حصل تغييرات على موقع جوجل، فبراير برضو بدا ان هم يعملوا تغييرات يوم 29، كل التفاصيل دي. طيب لو انا عايز اشوف مثلا تغييرات من دي، مثلا شهر مارس هنبدا ان احنا نشوف، بيجيب لك اليوم الساعه 10:55 دي 34 ثانيه، تبدا ان انت تدوس عليها مثلا بس ان انت تشوف المعلومات دي اللي تمت، او حتى موقع جوجل كان عامل ازاي والتعديلات اللي هم عملوها، كل المعلومات دي كل عليك ان انت بتدوس عليها بس. زي ما انت شايف ده موقع جوجل سنه 2000 في 2000 و2019، يعني شفت انت الفرق كان عامل ازاي. طبعا في معلومات كتيره بتجمعها بقى من خلال ان انت بتدور هنا على تفاصيل اكتر وان انت تجيب المعلومات دي، بس انا كل المستفيد هنا ان انت بتعرف الموقع كان عامل ازاي والحاجات اللي عدلوها فيه وبعض التفاصيل زي اللي بيعملوها فيه. تمام. طيب فبرضو دي كده من طرق جمع المعلومات برضو، فخلينا نطلع من هنا خالص ونبدا ان احنا مثلا يعني نضيف اداه مثلا، او نتكلم عن الكوكيز. الكوكيز ده اللي هو عباره عن ملفات تعريف الارتباط
اللي هي يعتبر باختصار مثلا لو انت دخلت على الفيسبوك او على مثلا اي موقع سجلت دخول، فبقول لك حفظ مثلا اسم المستخدم وكلمه سر، او مثلا ان احنا نستخدم ملفات تعريف الارتباط بحيث ان احنا بنسجل المعلومات بتاعتك عشان نسهل لك الوصول مثلا لحاجه معينه. فانت بتبدا ان انت تدوس مثلا موافق، تمام؟ فبيبدا ان هم ياخدوا البيانات دي، مثلا انت كتبت يوزر نيم وباسورد، فبيبدا ان هو تسجل على الموقع نفسه او يعتبر البراوزر اللي انت بتستخدمه، فالبيانات دي بتكون مخزنه يعني نظام متارشفه كده، دي اسمها الكوكيز، تمام؟ طيب دي بتفيدني في ايه انا كهاكر؟ دي بتفيدك انت كمستخدم في ان انت ما بتدخلش كلمه السر كتير، يعني بتدخلها مره بتيجي ثاني مره تدخل تلاقي اليوزر نيم والباسورد اتكتبوا لوحدهم وانت بتدوس دخول بس. وبتفيدني انا يعني بتسهل لك انت الدنيا، وبتفيدني انا في ان انا مثلا اقدر اعرف البيانات دي ازاي، مثلا من مثلا الموزيلا فايرفوكس في الكالي. هنبدا ان احنا نيجي على التولز او الخيارات هنا، ونبدا ان احنا نعمل اد اونز بحيث ان احنا نضيف حاجه للكوكيز، حاجه بترصد لي الكوكيز اللي انا بستخدمه، اي حاجه بعملها بترصدها، تمام؟ طيب فهنبدا ان احنا مثلا نكتب ادفانسد كوكيز بالشكل ده، تمام؟ ونبدا ان احنا نعمل سيرش بحيث ان احنا نشوف الاداه البسيطه دي اللي هنضيفها دلوقتي، ونبدا بعد كده ان احنا نستخدمها، تمام؟ وزي ما انتم شايفين جالي كذا واحده، احنا هنستخدم دي كوكي برو اللي هي الكوكي مانجر، تمام؟ فدي بتفيدك في ان انت بيكون عندك، هندوس على اد تو فايرفوكس، دي بتفيدك في ان انت بتقدر تعمل تحليل اكبر شويه، مثلا تشوف الرابط انا دخلت عليها استخدمتها ايه، مثلا البيانات المرسله والمستلمه والحاجات دي كلها. نبدا ان احنا ندوس على اد، فاحنا كده ضفناها للبراوزر هنا، تمام؟ اوكي تمام، فاحنا كده ضفناها اهو. طيب تمام، المفروض ان احنا كده ندخل مثلا على الكوكيز لوك، المفروض ان انت بتراستر البراوزر، بس انا كنت ضايفها قبل كده قبل ما اصور الفيديو فكنت بجربها. تمام، هنا بقول لك مفيش اي كوكيز، مفيش اي مشكله. نبدا ان احنا نيجي كده مثلا نفتح يوتيوب بالشكل ده، تمام؟ وهنبدا ان احنا نيجي بعد ما نفتح اليوتيوب بالشكل ده، ونبدا ان احنا نشوف دلوقتي الكوكيز عمل ايه، وايه الحاجات اللي احنا دخلنا عليها، والروابط يعني مثلا دوست فين وعملت ايه. فمثلا لو دخلنا على كده صفحه وجينا ندوس هنا مثلا، بدانا ان احنا نجيب الكوكيز لوك، ابدا ان هو يجيب لي الحاجات اللي انا دخلت عليها. مثلا دخلت على اول رابط اللي هو اعتبر ده، تمام؟ بعد كده بدا ان هو يجيب لي شويه معلومات على الحاجات اللي انا استخدمتها واللي انا بعتها واللي انا استلمتها وكل حاجه عن الدومين بتاع اليوتيوب ده. فدي معلومات بتساعد الهاكرز في ان هم يحللوها ويبداوا ان هم يوصلوا المعلومات اكبر من كده. في ادوات تانية اللي هي نظام الكوكيز برده بس بتكون مدفوعه، بتسمح لك ان انت تعرف مثلا البيانات اللي انا كتبتها، يعني بتفتح لك البيانات اللي انا كتبتها زي مثلا يوزر نيم او باسورد، بيحللهم لك وبيجيبهم لك. فبمجرد مثلا انت تكون شغال في جمع معلومات او عندك جهاز شخص وعايز تجمع معلومات من جهاز الشخص ده، على حتى لو افترقته، فبتقدر من خلال اداه زي دي ان انت تدخل على جهاز الشخص ده تجمع اي معلومات عن الحسابات بتاعته بسهوله جدا، تمام؟ طيب فدي برضو بعض الطرق اللي احنا بنستخدمها في جمع المعلومات. طيب بكده احنا نكون وصلنا للنهايه بتاعه الكالي لينكس. فخلينا اشرح لكم الطريقتين التانيين اللي هم يعتبر بيساعدوك مثلا في ان انت تجمع معلومات من المواقع وان انت تستهدف حاجات معينه. اول حاجه اللي هو يعتبر الويب داتا، اللي هو يعتبر ده الويب داتا اكستراكتور، ان هو بيستخرج ملفات معينه من الويب سايت، يعني من الموقع. يعني بيدخل على الموقع بيدور مثلا حاجه فيها التليفون او مثلا نمبر او مثلا فاكس او ايميل او اي حاجه انت بتحدد له، يعني حاجه تخمينه بسيطه، مثلا جيميل. انا مش عارف الايميل اللي قبل جيميل ايه، مثلا فيروس مثلا @gmail.com، فانا بكتب له gmail.com، تمام كده؟ فبيبدا هو يجيب اي حاجه جنب جيميل دي، فبحيث ان هو يستهدف لي الايميلات. بحط مثلا كلمه تيلي تي ال اي مثلا اللي هي اختصار للتليفون، فبيبدا بعد منها تلقائيا بحط الرقم، فهو انا ممكن اكتب له كلمه تيلي هو يجيب لي الرقم تلقائي. بحط مثلا هاتف، يعني اي موقع عربي بحط مثلا التواصل على الهاتف، فانا احط كلمه هاتف فهو يبدا يستهدف لي كلمه هاتف ويجيب لي اي كلمه بعدها بحيث انه يجيب لي الرقم، فانا بحدد له ان هو يستهدف ايه معين، تمام؟ طيب فهبدا اشتغل ازاي؟ هبدا ان انا اديله الويب سايت هنا، البرامج دي والادوات دي كلها، الحاجات دي هسيبها لكم في الديسكربشن على الموقع بتاعنا، هسيب لكم موضوع بنرمي لكم ده كله وشرح للتحميل كمان، تمام؟ طيب فلو جينا مثلا نبدا ان احنا ندخل على الموقع بتاعنا www.virus7x.com، تمام؟ طيب فدخلنا على الموقع، هيبدا ان هو حمل الموقع عادي جدا كانه براوزر، يعني كانه متصفح عادي جدا. بس الفكره ان انت لما بتيجي مثلا تدوس على اي حاجه هنا، تمام، بالشكل ده، تبدا ان انت مثلا تعمل ستارت كابتشر بحيث ان انت تبدا تعمل التقاط، يعني تسحب بيانات منه. فانت بمجرد ما بتبدا على طول بتحدد بقى مثلا عايز تسحب من الربح من الانترنت ولا اندرويد. مثلا انا عامل في قسم اندرويد شروحات كتيره، فممكن يكون حاطط فيها مثلا ايميل، فابدا ان انا ادوس هنا وابدا ان انا اقول مثلا حدد لي مثلا هتاخد نص، يعني لو عايز رساله معينه مثلا بتساعد الناس اللي هي بتبحث عن كلمه معينه في موضوع معين، مثلا واتساب، اختراق واتساب، حاجات زي كده، فبتكتبها وهو بيبدا ان هو يرصد لك المعلومات الخاصه بالواتساب، تمام؟ شبه جوجل كده بس ده افضل بكتير طبعا.
طيب ده برضو لو انت عاوز تاخد HTML، نظام بتجيب كود HTML ان انت بتسحب السورس بتاع الصفحة مثلا HTML، مثلا روابط اللي بيكون فيه اللي يعتبر البوست ده او الموضوع ده. مثلا بعد كده نقدر ندخل على المور اوبشن اللي هو يعتبر اعدادات تانية، ممكن نوصل للروابط مثلا او النمبر او الايميل. احنا بنحدد مثلا الايميل، تمام؟ طب لما بحدد الايميل المفروض ان هو ما بيعملش حاجه، انا بديله مثلا تخمينات، يعني مثلا اي حاجه فيها ات هتهالي، اي حاجه فيها مثلا جيميل ابدا ان انت هتهالي، اي حاجه فيها مثلا ياهو ابدا ان انت هتهالي. فهمت الفكره؟ فببدا ان انا اديله تخمينات، بعد كده ابدا ان انا اقول له مثلا هات لي مثلا المعلومات دي، بيبدا ان هو يجمعها لي. تمام؟ طبعا القسم ده مش ما يكونش فيه المعلومات دي، وعايز اوضح لكم برضو ان البرنامج ده فيه نسخه منه مدفوعه وفي نسخه منه مجانيه، فالمدفوعه طبعا بتكون افضل بكتير وبتجيب لك معلومات اكتر وكده. بس في كل الحالات دي برضو طرق من ان احنا بنجمع بيها معلومات، بناخد مثلا معلومات من الموقع، بنبدا ان احنا نستهدف حاجات معينه. تمام؟ طيب اخر حاجه معانا اللي يعتبر اتش تي تراك، اللي يعتبر ان انت بتاخد نسخه من الموقع بتحطها عندك وبتشتغل عليها اوف لاين، بحيث ان انت تعمل عليها اي شغل انت عايزه. يعني لو انت حابب ان انت يعني تاخد وقت عليها شويه وتدرس موقع كامل زي موقع جوجل مثلا، فبتحمل نسخه منه عندك عشان تشتغل عليها اوف لاين. تمام؟ فهندوس على نيكست. دي كده يعتبر دي اداه بسيطه جدا، بتقول لك اسم البروجكت ايه، مثلا سميها في 7 اكس مثلا، دي خليها زي ما هي مفيش اي مشكله. هنبدا ان احنا ندوس على نيكست. بيقول لك هنا اسم الويب سايت ايه او الموقع بتاعك ايه اللي انت عايز تعمل له مثلا فحص. هنبدا ان احنا مثلا نكتب virus7x.com virus7x. تمام؟ هو ده الموقع. فهنبدا ان احنا ناخد الرابط بس بالشكل ده نسخ، وهنبدا ان احنا نيجي على الاداه نحط لها رابط الموقع. طب عندي موقع تاني، انزل تحت منه وضيف برده الموقع اللي بعد منه. طيب بعد كده بتبدا ان انت تدوس على نيكست. تمام؟ هنا بقول لك داونلود الويب سايتس. تمام؟ محمل المواقع. بتحدد برضو لو انت عايز تحمل حاجات معينه من المواقع، مفيش اي مشكله. تمام؟ طيب نبدا، ممكن برضو ندوس على سيت اوبشن لو انت عاوز تفلتر، يعني بدل ما تحمل لي الموقع كله لا احمل لي اي حاجه فيها جافا سكريبت بس. فهمت الفكره؟ لان الموقع بيكون مبني على اتش تي ام ال والجافا سكريبت، فاحنا ممكن نستهدف حاجات معينه زي مثلا الفلتر، ان احنا ممكن نعمل فلاتر مثلا ان انت تستهدف الروابط مثلا، حاجات زي كده. تمام؟ نقدر ان احنا بس بعد كده ان احنا ندوس على اوكي، بعد كده ندوس على نيكست. فتلقائيا هو بيحدد لي، بيبدا ان انا ببدا ان انا دوست على فينش، بيبدا تلقائيا ان هو يسحب كل المعلومات اللي انا عايزها من الويب سايت بتاعي، بحيث ان انا يعني يبقى عندي نسخه على الجهاز بتاعي اقدر ان انا اشوفها واتصفحها واقرا اللي فيها واشوف كل اللي فيها، وبحيث ان انا ادخل عليها مثلا لو عايز اطلع منها اي معلومات زي ما انا عملت كده، ده لو انا بشتغل على الموقع ده لفتره طويله. تمام؟ طيب فدي برضو اداه، فانا اوريلكم مثال بس فهكنسل، بحيث ان احنا نشوف بس الحاجات اللي هو استخرجها دلوقتي وخلاص كفايه. فكل عليك ان انت تستنى بس بعد ما تعمل كنسل لحد ما يخلص، لانه يعني بيحتاج شويه وقت. هندوس على فينش. تمام؟ بعد كده نبدا ان احنا نخرج من الموقع خالص. تمام؟ طيب فدلوقتي ظهر لنا الملف اهو اللي انا سميته v7x، هبدا ان انا ادخل عليه. هبدا ان هو يجيب لي مثلا الاندكس، يعني الاندكس بتاع الصفحه. فلو دخلت عليه هيبدا ان هو يجيب لي الصفحه قدام منكم اهو، اتحمل على طول دلوقتي ده الموقع. بيبدا ان هو يجيب لي كل حاجه على الموقع، على فكره كده شغال من غير انترنت خالص، يعني كده انا بتصفح الموقع من غير انترنت. فتقدر انت تحمل اي سورس بتاع موقع تقدر ان انت مثلا تشتغل عليه. تمام؟ انا مثلا f12، بدل ان انت مثلا تدوس F12 بحيث ان انت تطلع المعلومات الحساسه اللي فيه، بتبدا ان انت تفحص بقى الكود وتشوف الكود مثلا الامر بتروح دي والفلوزات والحاجات دي. تمام؟ طيب فده باختصار كده يعتبر الشرح بتاع البرنامج ده. وبرده هتلاقي حاجات تانية مثلا زي النظام اللي هخش هنا كده، هتلاقي السيرش. تمام؟ هتلاقي بقى نظام الاقسام اللي انا عاملها، اخبار متنوعه برده هحمله، ربح من الانترنت، الحاجات اللي انا عاملها كلها حاططها لك وعامل لك نسخه مضغوطه ونسخه يعني دايركت. تمام؟ فدي طرق برضو بيستخدموها الهاكرز ان هم يجمعوا معلومات مثلا عن هدف معين. فبتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون وضحت لكم حاجات كتيره. ان شاء الله بقى في الجزء الجاي هنبدا ان احنا نتعامل مع الكالي، يعني هنبدا ان احنا نتعامل مع الكالي في ان احنا نجمع معلومات مثلا عن برامج الاتصالات اللي هي البروتوكولات بتاعت شركات الاتصالات، زي مثلا من خلال الرقم ان احنا نجيب الرقم، من خلال الرقم نعرف نوع الجهاز، نعرف مثلا المعالج، نعرف الرام بتاع الجهاز، الذاكره بتاعته، الموقع بتاعه، برج الاتصالات اللي بيديله الشبكه مثلا او الاشاره دي مثلا 3G 4G، كل المعلومات اللي احنا عايزين نعرفها اللي بيعرفها اصلا برج الاتصالات، بس احنا بنستغلها من خلال برج الاتصالات ده. تمام؟ فده كده باختصار فيديو النهارده، بتمنى يكون عجبكم. اصل انا طولت عليكم، يا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. احنا مكملين ان شاء الله في مرحله بتاعه جمع المعلومات دي، هشرح لكم كذا طريقه. عموما انا نويت ان انا اشرح لكم اكتر من طريقه، حتى لو في ناس عارفه طرق انا بشرحها بس في غيركم ما تعرفوهاش، فيا ريت تفهموا النقطه دي. تمام؟ فعشان ما اطولش عليكم ده كده فيديو النهارده، بتمنى يكون عجبكم. يا ريت تدعمونا باللايك سبسكرايب، عندك اي استفسار او اي كومنت تكتبه في كومنت تحت الفيديو، شير الفيديو لاصحابك عشان يستفيدوا، ونشوفكم في حلقه جديده من قناه فيروس 7. سلام عليكم.